هاي أدهى أنه في أحد المطاعم اللي يمه أي مسكرين البلدية مغلق. أي مغلق تشوفه مغلق زي لا يكون هذا المطعم. لا لا عرف أبي أنوه حق الجماعة اللي قاعد يطالعون أن هذه كاميرتكم أنتو مو أحد معطيكم هذه عشان كمصدر يعني. أي هذا إحنا نصور. أي بين شوف المطعم اللي مسكرين البلدية شو مسوين. أوكي عطني إياه وهذا يمه ها عطني التقرير. هذه إحدى المحلات اللي مصورينها المطاعم اللي مصورينها من قبل كاهي محطوط لك عليها مغلق من قبل البلدية محطوط عليها مغلق من قبل البلدية حلو شيء حلو وزين هذا مغلق من قبل البلدية نشوف هذا بعد هذا طلع مو مغلق من قبل البلدية طلع شغالين فيه بعد مبطل وشغال وقاعدين يشتغلون يعني البلدية مسكريتها لهم وهم مبطلينه بالنسبة لهم عادي أو ممكن هم اللي حاطين الأوراق بعد طالع كل شيء موجود وكل شيء للحين وهذا محطوط عليه مغلق من قبل البلدية شكلهم هم اللي حاطين هالأوراق مغلق من قبل البلدية لأن ماكو شم ماكو شيء اللي يسكر المحل ماكو شيء يدل على أن المحل مسكر ماكو شيء يدل على أن المحل مسكر هذه أوراق جايبينها ومعلقينها يعني وهذه نفس الشيء مليون بالمية بس مسكرين مو راضين يبطلوا طبعا هني سكروا على اساس ماكو احد يدش عليهم مسكره هذا تابع لهم نفس الشيء هذا ثلاث اماكن مسكرتها البلديه والله اعلم هم اللي حاطين الاوراق من يبي يعلق بالسالميه شقعود بالسالميه مو قلنا الجليب ما قلنا المهبوله وما قلنا هالتقارير اللي نحطها كل يوم اول شيء معلومه او معلومه ان اللي يحط ستيكر لو البلديه حطت ستيكر لازم ما تشيله للبلديه صح اذا شاله اي شخص ثاني او حركه راح يعاقب جريمه كبيره مو سهله خالد وين تشميع ماكو عقل الازاز الازاز تشميع هذول يشلعون لك شو اسمه المنهول يمشون فيه يركضون ما يقدرون على تشميع صح مو مردين على تشميع احنا نقول ما يخافون من القانون يعني انا عياس بالبلديه احط لهم اسواق المهبوله كل ومشكله عمال البلديه وينقلون بالسيارات لتكرمون الزباله بضاعتهم سمك وخضره ايه. ويقعدون يبيعون ونقول لهم يا جماعه يا مسؤولين عمال البلديه هم اللي يبيعون عمال البلديه هم اللي يبيعون عمال التنظيف هم اللي يبيعون وهم اللي يخالفون القانون يدق علي واحد من الاخوان والله يا ابو احمد ترى احنا نخالف نحط غرامات بس مو مسؤوليتنا مسؤوليه اداره اشغالات الطرق والعماله المتجوله زي ما انتم اداره واحده ذكرت بسالفه